الرحمن الرحيم. كنحضروا اليوم بناء على الدعوه اللي وجهها لنا التحالف المدني واللي جاءت يعني تكريسا وتجسيدا يعني واحتفاء باليوم الوطني العالمي للسلام. وكان موضوع الندوه هو الحكم الذاتي، وتطرقنا يعني كمتدخلين في هذه الندوه بصفتنا عضو بالوداديه الحسنيه للقضاه وقاضيه بالمحكمه الابتدائيه الى الموضوع ديال دور القضاء في تحقيق الامن القضائي، واللي سردنا على زعما سردنا من خلاله مجموعه من المقتضيات القانونيه اللي عرفت التعديلات واللي كتكرس هذا الامن القضائي بدءا بالدستور انتهاء الى يعني قوانين تنظيميه المجلس الاعلى للسلطه القضائيه وقانون رجال القضاء، واللي من خلاله وقفنا على ان القضاء يعني عنده دور اساسي في تحقيق الامن، ومن خلال يعني تكريس ديال الاستقلال ديالو، من خلال توحيد الجهات العملاكه، ومن خلال يعني القيام بالدور ديال القاضي بالمهام ديالو بالوجه اللي يكون فيه في خدمه المواطن. وكذلك عرفنا في هذا اليوم هذا تكريم، وكنت من بين الاشخاص اللي يعني الشخصيات اللي تكرموا اليوم. وبهذه المناسبه كنتقدم جزيل الشكر لهذه الالتفاته اللي قام بها يعني التحالف المدني، وشكرا.